احنا معانا بسنت على التليفون. ازيك يا بسنت، عامله ايه؟ السلام عليكم دكتور، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ومبروك مبروك مبروك مبروك، ورفعتي راسنا ومش عارفين الله يبارك نشكرك حضرتك. ازاي. ربنا يخليكي بسنت. اولا زي ما بنقول لك مبروك. شكرا. عايزين انا كنت لسه بتكلم بقول هو الناس ايه اللي دخلها في علاقه ما بينك وما بين زوجك العزيز انك تبوسي ايده ولا ما تبوسيهاش؟ وقلت بس انت رد غايه في الذكاء بصراحه، يعني مش بس رياضيه فائقه مش متفوقه، يعني سيده الارقام القياسيه، لا ده سيده الرد بمنتهى الذكاء. قالت تعهدني برعايه ابويه. انت جبتي الرد ده منين؟ ده حقيقي، ده حقيقي، ربنا يخليكم لبعض. هو مش رد، دي حقيقة. يعني هما الناس، ربنا يخليك، هما الناس يعني مش ما بيشوفوش غير اللي قدامهم. يعني ده راجل شالني فوق راسي بصراحة، وعمل عشاني اللي ما بيتعملش، وشالني في أصعب حالاتي، وسندني وقفني لحد ما وصلت اللي أنا فيه ده، وشاف معايا مراحل متعبة جامدة، يعني ما حدش شافها في كل الناس اللي بتتكلم. فيستحق اني انا يعني ابوس ايده واحطه فوق دماغي كمان. يا سلام سلم، يا سلام سلم. بقالكوا قد ايه سوا يا بسنت؟ مش سامعك. احنا متجوزين بقالنا 3 سنين ما بس، شاء الله يعني احنا نعرف بعض من زمان قوي. ما شاء يعني الله، عقبال ما يبقوا 300 سنه يا ستي، يمد في عمرك وفي عمره. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. والله انا مبسوطه اني لا ده احنا اللي مبسوطين بيكي قوي. انت الحقيقه مخلينا مبسوطين، وعندنا حاله زهو وفخر وسعاده وفرحه بالمناسبه. وانت مستعده بقى قولي لي الاولمبياد فرنسا ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله، دي اكبر خطوه جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هنروح نجيب ذهب ولا هنجيب ذهب ورقم قياسي؟ ان شاء الله هنروح نجيب الدنيا كلها والله، يعني ان شاء الله. زوجك رياضي يا بسنت؟ هو كان بطل مصر وبطل العرب وبطل افريقيا في 800 متر، بس هو حصلت له اصابات كتير وكده، منعته يعني ركبته، فمنعته ان هو يكمل. فمن ساعتها هو اتجه لمجال التدريب علشان يساعدني وقت ما انا كنت في ثانويه عامه. حضرتك طبعا عارف النظام في مصر طول الوقت، طول الايام دروس ومذاكره. من وقتها وهو بقى بياخد البرامج من المدرب بتاعي، وبيمرني الساعه 1 بالليل، 1 في الوقت اللي خلص فيه دروس. وعايز اقول لحضرتك انه كان ممكن يعني يجري جنبي ويجري معايا بس عشان يشجعني. فهو من وقتها وهو يعني ده تدريب اصلا علشان يحاول انه يساعدني. يعني انتوا كان بيمرنك وبعدين اتجوزته وبعدين فضل واخد باله منك حتى وانت رايحه البطوله، وما بيتضايقش وما بيزهقش خالص خالص، مع انه والله يعني حد ما كان عايزنا بصراحه. انا ساعات بزهق من نفسي. لا والله خالص، بالعكس هو والله بيبقى مبسوط بنجاحي اكتر ما انا مبسوطه. و يعني اصل ما فيش حد بينجح لوحده، والوضع بتاع الرياضي ده يومه كله بيبقى عباره عن ان هو بيتمرن وبيرجع البيت، لازم يعني بيبقى في وقت كبير قوي للريكفري، والنوم بميعاد معين، واكل بنظام معين، فاليوم بيبقى مجهد. فمحتاج حد يشيل معاك الشيله ويبقى حاسس انت فيه باللي فيك وقادر يساعدك. فهو يعني حقيقي بيعمل كل ده يعني. اصل احنا دلوقتي بيني وبينك قاعدين بنعرض اللقطه بتاعت هو رايح يقابلك عند سور الشبك وانت رايحه له، ورحتي ماسكه ايده بيساها مرتين. ما تعوديهوش على كده بقى والله يا بسات، عشان انت هتتسببي في مشكله لكل الزوجات دلوقتي. على فكره والله لو على فكره يعني كانت لحظه يعني تصير، وانا اصلا كنت عارف ان في حد بيصور زي الفيديو اتبعت لي من حد على المدرجات بعد الماتش. انا ما عرفتش ان كان انا ما كنتش عارف ان في حد بيصور خالص. ولما شفت على فكره الفيديو ده والله بكيت تاني، لان المسائل كلها طلعت تاني، ف مش عارفه يعني. طب انا كنت بقول يا بسنت انه احنا المره دي حاسين انه الدوله واقفه ورا ابطالنا اللي مسافرين الجزائر بشكل الحقيقه كثيف جدا ودعم قوي. انت لمستي ده عندك يا بسنت وانت رايحه البطوله او انت لسه بتجهزي، وبعدين السفر وبعدين وصولك للجزائر؟
ده حقيقي. انا زي حضرتك هم اصلا جايبين لنا جزاير في طياره خاصه، ما شاء الله مطلعين البعثه كلها جايبين لنا طياره خاصه علشان نيجي على طول دايركت من غير ما نتعب او نتبهدل في المطار، ومرجعين لنا برضو 3 ساعات على طياره خاصه. ودلوقتي الصبح وزير الرياضه يعني اول بعد ما خلصت 100 متر على طول كلمني وهناني وقال لي ان كل الدعم معايا واي حاجه هحتاجها هيوفرها، وكذلك الاتحاد برضو. فلا هم بصراحه يعني ما فيش اي تقصير بامانه يعني اقول. بالتأكيد كمان كويس انه الإعلام والصحافة مهتمين بيكوا. يعني شفتي كم الكلام سواء اذا كان في الإعلام مطبوع، جرايد، مواقع إلكترونية، تلفزيونات، يعني انا اعتقد انه في 5000 حد بيدور على تليفونك وبيتصلوا بيكي من وقتها. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. يعني انا دي حاجة انا بصني، لان يعني كان في الكلام ده زمان يعني ما كانش في الوعي الثقافه بتاعت الالعاب الفرديه ان حد يبقى فاهم ان دي جارت كذا وده بيعمل كذا، لا كان كلهم بس في الكوره وما اعرفش دوري ايه. انما دلوقتي الالعاب الفرديه فعلا اخذت حقها في الاعلام وفي الجرايد، ويعني انا تليفوني فعلا مش بيبطل رن، فحقيقي دي حاجه بشجعني في نفس الوقت ان انت بتعمل مجهود بتعمل انجاز. ومش لو يعني الواحد كان الاول لوحده هو اللي بيعمل الانجاز ده، يعني مصر كلها والاعلام بتعرف الناس الانجاز ده هو ايه، فدي حاجه يعني عظيمه والله بجد. ترجعي بالسلامه امتى على القاهره؟ بكره ان شاء الله او بعد ان شاء الله توصلي بالسلامه. توصلي بالسلامة أنت وكل البعثة بتاعتنا اللي راجعة من الجزائر الله. بإذن الله. ألف ألف شكر أولا على المكالمة، وألف شكر ثانيا على الذهب، وألف شكر ثالثا على امتنانك لزوجك العزيز وبلغي تحياتي. حاضر يوصل. وأنا بشكر حضرتك جدا جدا يعني على المكالمة الجميلة. خالص واجبي، خالص واجبي، صدقيني واجبي وبعمله الحقيقة، وأنا مبسوط وفرحان لأن احنا بجد فخورين بيك يا بسنت حقيقي. يعني ألف ألف شكر ليكي، وربنا بإذن الله يرجعك بالسلامة، ومبروك ليكي ومبروك لكل اللاعبين أو اللعيبة والأبطال والبطلات بتوعنا.